والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا بك سعادة الوزير في هذه النشرة. إذا شهدت مملكة البحرين خلال اليومين الماضيين هطول أمطار غزيرة فاقت المعدلات المعتادة حسب الأرصاد الجوية، كيف تعاملت الوزارة مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة؟ مساكم الله بالخير وأحيي الأخوات والأخوة المشاهدين. كما ذكرتم في تقريركم قد شهدت المملكة أمطار خير وبركة استمرت في الهطول خلال اليومين الماضيين، وأن الوزارة استنفرت وفق الإمكانيات المتاحة كل طاقاتها وقامت وتواصل القيام بجهود متواصلة لتقليل تجمعات مياه الأمطار وضمان سرعة التعامل معها لتقليل الضرر عن الأخوة المواطنين والمقيمين. كما أن فرق طوارئ الأمطار في شؤون الأشغال وأيضا في البلديات الأربعة تواصل العمل بأعمال في شفط مياه الأمطار التي هطلت، وكما ذكرتم في تقريركم منذ لحظة تساقطها، وفي مختلف المحافظات الأربع، وتواصل عملها ميدانيا حتى الآن. هناك هذا التواجد الميداني على مدار الساعة في مختلف المواقع، وبتواجد أيضا المسؤولين للمتابعة والإشراف، كما تقوم هذه الفرق باستلام البلاغات والتجاوب أولا بأول لتقليل أي وتفادي أي أضرار. الوزارة من منطلق الحفاظ على حركة المرور وتنقل الأخوة المواطنين والمقيمين، وكذلك ضمان عدم تأثر النشاط الاقتصادي في المملكة، أعطت الأولوية للطرق الرئيسية من الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق وأيضا الشوارع المحيطة بالمستشفيات والمساجد والمؤسسات. والحمد لله من خلال جولاتنا الميدانية تقريبا كل الطرق الرئيسية سالكة وبدون ما عدا بعض التجمعات المتفرقة التي تواصل فرق العمل لتذليلها. هناك تجمعات في المناطق المياه الأمطار في المناطق الداخلية، والوزارة تعطيها الآن الأولوية بعدما انتهينا من أولويات الطرق الرئيسية، وهناك عمل كبير لشفط هذه التجمعات في المناطق الداخلية، والوزارة لتنفيذ هذه الأعمال وفرت كل الصهاريج والمضخات الممكن توفيرها في كافة المناطق، وهي تواصل العمل منذ بدء هطول الأمطار وحتى اللحظة. هذه مناسبة أحب أيضا أن أنوه وأشكر التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأذكر منها المحافظات والإدارة العامة للمرور وأيضا الأخوة في الدفاع المدني الذين لم يتوانوا بتقديم كل التسهيلات لفرق الطوارئ وتقديم التسهيلات المطلوبة. وكذلك ننوه في تعاون وتواجد الأخوة أعضاء المجالس البلدية وتعاونهم مع لجان الطوارئ في مختلف المناطق، وأنهم يكونون حلقة الوصل بيننا وبين الأخوة المواصلين. أحب أكد أن الوزارة سوف بكافة طاقاتها سوف تستمر في هذه الأعمال لتقليل الضرر وشفط المياه حتى الانتهاء من هذه المهمة، وشكرا. شكرا لك سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.